بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أهل الله. إنما عمار المساجد هم أهل الله. ولقد كان المسجد في فجر الإسلام جامعة للتثقيف والتهذيب ومعهدا للتربية، ولقد كان في صدر الإسلام مركز القيادة العامة ومجلس القضاء ومكان التشاور ومنطلق ألوية الجهاد في سبيل الله، فمنه تنتشر الجيوش ومنه تخرج ورثة أنبيائه العلماء العاملون المخلصون. مكانة عمار المسجد، لذلك جعل الله لعماره مكانة عالية وخصهم بذكر حسن فسماهم المؤمنين. عمارة المساجد، اعلموا أن عمارة بيت الله تكون بكثرة الترداد إليه ورفع الدعوات والأذكار منه وإقامة الصلاة فيه. بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.